المرء عند الله تقواه، لا المال يرفعه قدرا ولا الجاه ولا الضياء ولا خيل ولا ذهب بها قياصرة من قبل قتاه. الدروس والعبر المستخلصة من حدث الهجرة العظيم، ماذا يمكن أن نفهم ونحن نعيش هذه الأيام الصعبة من حدث الهجرة العظيم الذي استطاع فيه سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام أن ينتقل من دار ضيق ودار كفر إلى دار أسسها على التقوى في المدينة المنورة؟ السؤال الذي أتوجه به للدكتور أبو كريشة سيدي، كان يقال عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن رفيق عمره وحبيب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أنه ليس أحد أأمن على نفسه وماله من أبي بكر، فقد كان أبو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى ينفق أمواله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عليه الصلاة والسلام. لكن حينما حدث الهجرة أراد الرسول طبعا أن تكون له راحلة ناقة، نعم. لكن هذه المرة طلب من أبو بكر ألا يعني تكون الراحلة على نفقة أبو بكر، ولكن قال إنه يريد أن يدفع ثمن هذه الناقة ويصبح ثمنها أمانة لدي يسددها. لماذا أصر على أنه في حدث الهجرة وكأنه مثل أداء الحج أو الصدقات أن يكون من ماله الخاص؟ يعني هذا يرسي قاعدة على أن كل إنسان في أي موقف من المواقف الفاصلة يجب عليه أن يتحمل ما يستطيع أن يشارك به في تنفيذ هذا الموقف. كان من السهل جدا أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على عرض سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأن يشكره على ذلك، لكن علينا أن نتصور ماذا كان يمكن أن يؤسس ذلك في المستقبل، نوعا من العلاقات ربما تساء أو يساء الأمر فيها إلى الأمور الشخصية أو إلى الأغراض الشخصية. وإذا لابد من البداية أن تكون هناك المشاركات، وبخاصة إذا كان القائد الذي وجد في هذا الموقف فإن عليه أن يكون قدوة لغيره في تحمل ما يتصل بتنفيذ هذا الموقف، وألا يكون ذلك على حساب الآخرين، فإن عليه أن يكون قدوة لهم ولو كان ذلك على سبيل الاستدانة المستقبلية، لأن هذا هو الذي يؤسس قاعدة المشاركة، قاعدة التعاون على البر والتقوى والابتعاد عن الاستحواذ أو استغلال الموقف أو المنصب إلى آخره. فكل هذا يعطينا له دلالات كثيرة في حياتنا المادية وحياتنا المعنوية، أن يكون كل إنسان وبخاصة من يكون قائدا، من يكون رئيسا، من يكون قدوة، عليه أن يكون أول من يلتزم بمبدأ المشاركة وتحمل الأعباء، وإذا كان هناك إيثار فإن هذا الإيثار ينبغي أن يقوم به القائد قبل أن يقوم به غيره، حتى لا يكون ذلك أو الانحراف عن هذا المبدأ، حتى لا يكون في المستقبل نافذة. يعني هو عليه الصلاة والسلام المعصوم،
لا أحد يمكن أن يشك مثلا في نوايا ومعروف أنه لكن من سيأتي بعد لكن مثلا هو معروف أنه الصادق الأمين تمام وأبو بكر من أقرب الناس إليه ولكن وفيما بينهما كان ينفق على رسول الله. لكن في حادث الهجرة إذا اتخذ قرارا بهذا الحجم التاريخي وهو تأسيس أول مجتمع يقام على التقوى في المدينة المنورة ويخرج فيه مهاجرا لا بد أن تكون هناك المشاركة الواقعية الفعلية التي تكون قاعدة يقتدي بها ويتأسى بها وتعامل معه وكأنه مال للحج أو مال للصدقة يجب أن يكون من حر ماله تماما نعم. يعني نعم. أعطى الهجرة هذه الصفة الاستثنائية معنى تعبدي معنى تعبدي فينبغي أن يكون البذل فيه من كل ما يملكه الإنسان وليس معتمدا فيه على غيره. طيب احنا النهاردة مثلا دكتور شحات بنشوف حد ممكن يقول لك طب حركه في طيارة فلان ما هو ال- 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 الراحلة الذي يوازيها مثلا سيارة أو طائرة العصر الحديث فكتير تلاقي مسؤولين كبار حتى تلاقي في الغرب انه مثلا يلام مثلا برلسكوني انه هو ركب طيارة فلان او يحاسب على يحاسب رئيس فرنسا على انه استقل طائرة رجل اعمال في زيارة خاصة او خد يخت في زيارة خاصة. فكرة الحدود في والبعد عن مواطن الشبهات كيف نستخلص ذلك من هذا الحدث من هذا الحدث الحقيقة طبعا الدلالات هناك دلالات ينبغي أن تستخلص من وراء كل تصرف للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهنا الدلالة بالإضافة إلى ما تفضل به أستاذنا الدكتور طه الحقيقة هنا التشريع بدأ التشريع يعني مرحلة المكية كلها كانت مرحلة تربية للأفراد وتربية لأشخاص الصحابة رضوان الله عليهم. لكن من بداية الدولة ومن بداية هنا البداية لتأسيس الدولة الإسلامية ومن هنا أيضا كان التشريع ينزل بصورة مستمرة منتظمة على حسب الحوادث أو بغرض إقرار مبادئ الدولة الإسلامية الجديدة والتعريف به يعني الحقيقي بهويات هذه الدولة وكيفية التعامل مع الأحداث وأسباب النزول فهنا التشريع يقول إن من يتعامل مع شخص وهذا الشخص ينبغي أنا أخذت منه مال ينبغي أن أرده هنا أو أخذت منه خدمة عينية نعم أو أخذت منه خدمة عينية في هذه الحالة لا يجوز وخصوصا من هو في موقع الصدارة وفي موقع المسؤولية ومن فوق القدوة يعني هذه القدوة تفرض عدم يعني إذا صح التعبير في حادثة تاريخية ومعلم فارق مثل حادث الهجرة النبوية الشريفة أن يكون شخص الرسول عليه الصلاة والسلام هو النموذج الذي يبين نموذج الأمثل والأعلى على الإطلاق أنه هو ليس هناك استغلال للنفوس لأن هذا ما نعانيه في الوقت الحاضر والأمثلة اللي حضرتك تفضلت بها ده مسألة أن يحاسب الغرب الآن فلان لأنه استغل نفوذه كلانه كمرشح أو رئيس وزراء أو وعلى حساب هذا تحصل أو تربح من الآخرين هنا النموذج يعني فعلا أو هذه هي الدروس التي ينبغي أن ننتبه إليها وأن نقول لا إذا كان الغرب لأن كان ممكن حتى أن ده حدث اضطرار وضرورة فسيدنا أبو بكر كان لديه المال الوفير ولديه راحلة فليعطي هذه الراحلة لسيد الخلق مجانا ومجانا نعم. وخصوصا حضرتك كمان انه ده كان بيبين ايضا ان ده فعلا هذا تصرف من ينم عن حسن الاعداد وان هذا كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وان الامر كله لله يعني هو يترك الله لكن بكل المعطيات البشرية من الاخذ بالاسباب وانا اذا خذت مالا ينبغي علي ان ارده لا يجوز ان يفهم او ان يفهم احد في مثل هذه الواقعة التي هنا كمان في واقعة مهمة جدا ان هو حينما اشترى هذه الناقة نعم. بالدين من سيدنا ابو بكر اصبحت ناقته نعم. حينما دخل المدينة المنورة وكان هناك نوع من الرغبة والاستقبال العظيم للرسول عليه الصلاة والسلام فكل واحد عايزه ينزل في بيته فقال اتركوا الناقة
فهي مأمورة. نعم. هنا أصبحت ناقته. نعم. اللي هي ملكه هي اللي حطت في مكان. نعم. وهذا المكان أصبح واشتراه أيضا. حضرتك برضو الدلالة أخرى. خلاص نحن الآن انتقلنا من عصر إذا صح التعبير كان عصر الـ 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 يعني التبسط وعصر الـ الانتماء الأساس الذي كان يغرسه والتربية الحقيقية إلى عصر التشريع بالمعنى الكلمة. عصر التشريع بمعنى أن كل عمل ينبغي أن يكون له ضوابط. أن ينبغي هناك حق هناك واجب ولا ينفصل حق عن الواجب أو الالتزام كائنا من كان حتى على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد ذلك إن وكان يهتم رسول عليه الصلاة والسلام بمسألة الدين بالذات لأنه في واقعة أخرى بيان لنا ذلك يعني عندما جاءت له جنازة فسأل عن هذه الجنازة فقالوا إنها يعني قال هل عليها دين أو على صاحبها دين قالوا نعم ديناران فقال إذن صلوا على صاحبكم يعني مسألة الدين ده وخاص ودين للأفراد فما بالنا بقى يعني الديون أو الحقوق تقررت على أشدها وحق الفرد وحق الجماعة وحق الدولة ينبغي أن يكون يعني في قمة التحمل بالمسؤولية ومن هنا نقول إنه كل هذه النماذج بتدلنا وتقر حقيقة معينة أن كل حق يقابله واجب حتى لو كان هذا الأمر متعلق بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هي نقطة الارتكاز العلاقة بين القيادة ومن هم تحت القيادة لكن الإسلام ما تكونش علاقة انتفاع تمام لكن في الجانب الآخر ويؤثرون على أنفسهم الإسلام يشجع على الإيثار والبذل معناه أن الإنسان يؤثر غيره على ما هو في حاجة إليه كما جاء في مدح الأنصار عندما شاركوا المهاجرين معهم في ديارهم وفي أموالهم ومدحهم القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم يعني سيدنا أبو بكر كان يريد أن يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لكن نحن هنا أمام علاقة بين قائد وبين يعني من هم تحت القيادة أو من هم في مكان المرؤوسين فينبغي أن تكون بهذه الصورة التي تبعد أو تبتعد عن أي شبهة من شبه أو شبهات الاستغلال المنصب للدلالة. نعم. تسمحوا لي بعد الاستراحة الإعلانية نستمر في هذا الحوار تابعونا على الهواء مباشرة.